والله يا بنتي ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تحرج حالك وتقول، لانه بعرف شو بدك تقلي. لسه ما قلت شيء. بدون ما تقول، انا قصرت بالشغل؟ بالعكس. عم بتاخر على الدوام؟ ابدا. اخلاقي طالع ريحتها؟ سينة البنات. اصبح المشكله انه مو طالع ريحتها، وهلي بدك تقوله انه انا مالي شغل عندكم. يا بنتي مو مني. حاجة تقولي يا بنتي، انا مو بنت حدا. لو كنت بنتك كنت حميتني. لا تنسي انه هو ابن صاحب المعمل. ايه الله يخليه لاهله. انا مجرد موظف مثلي مثلك. اصبح سايره لمدلل ابوه حتى تبقى بوظيفتك. تفضلي هي حسابك. الله لا يعوض عليهم. سلمي لي على الاستاذ عبد الرحمن. وقل له انه قلعتوني لاني ما سايرت مدلل ابوه. لا حول ولا قوة الا بالله. تضرب هاللقمة شو بتزل. بس الي ما بتزلني، خاطرك. بدي اقول لك شغلة. تفضلي. مو كل بنت بحاجة بتاكل لحمة. مو دائما. وبعتذر سلف من هاللي بدي اقوله. تفضلي. الاعتذار مو منك، من السامعين. لكن ليش عم تعتذري مني؟ لانه هاللي بدي اقوله الك طز فيك وبمعملك. اسفة. عمو شو رأيك نخليها لبكرة بعد ما وصلت اللقمة للتم؟ عمو خايف تنخطف اللقمة من التم. مش انه عمو الواحد يعني لما بيكون عنده أمل بيحب يبقى هالأمل مشان يضل يحلمه. وأنا حلمي خايف ما نلاقيها يوم يروح مني هالحلم. إذا بتشتغل هون ليش حتى ما نلاقيها؟ بصير فينا يعني مثل الأفلام، نحنا نصل من هون يكونوا صرفوها من هون. لا تتشائم، المهم ما تعرف مين انت للوقت المناسب. شري مرحبا حسنة. اهلين امولة، شو جابك؟ رايحة معك على الضيعة. تركتي الشغل؟ هن تركوني. ليه؟ من غير ليه؟ لو سبقته شوي. قلت لك فيلم عربي. طيب وامتى تركت؟ من ربع ساعة. اصبح فيلم هندي. ممكن اعرف صلتكم فيها؟ داعي انا بكون ابوها. تشرفنا. تعرف لنا شي عنا؟ زينة البنات، ادب، حشمة، وهمة بالشغل. بقصد تعرف لنا شي عنوانا؟ وين ساكنة؟ معقول اب ما بيعرف عنوان بنته؟ كنت ببلاد برا اما اتخصص. وشو تخصصت؟ خد دكتوراه بالهموم والفلك والحرية. يا وليد جيب لي اضبارة امل الطوشي. وسرحتوها لانها ادب وهمة وحشمة. خليها بالقلب تجرح. شو بده يتحمل القلب جروح ليتحمل؟ أشكائنا بس وما نازلين دبح بعضه. والحكم الذاتي ما معه مصاري يا أخي، منين بده يجيب؟ وإيرلندا قال ما بيدخلوها حلف الأطلسي لتجيب لهم عرق سوس. أنا كمان يعني ما حدا عطاني لقاح ضد جنون البقر.
طويل بالك عمي. عمو حاب صار في سيارات بشتماني. شو ان شاء الله رح تنقلوا؟ وليش بدنا ننقل؟ لانه ما عم تزوقوا وزيدوا لي الاجره. كل يوم بتعملنا هالموال؟ لك يا عمي هذا مو موالي، تفضلي اقري الجريده كله على طلوع. ايف، ومن امتى بتفادي وبتشتري جرايد؟ اي عتيقه، خضري لفلي فيها اغراض، ويمكن واكيد الاسعار بجريده اليوم على طلوع اكثر. كم مره صرنا زايدين لك من وقت اللي سكننا؟ شو الخط مقطوع؟ قديش حطيتي؟ ليره. صار بخمسة رأسا من الليرة للخمسة عملوا بليرتين اختصارا للفراطة أصلا هيك ومو موفية. ليش قديش رأس مال عليك؟ بكفي حاطين تليفون السكان. وإنت بدك تحط لنا السلولير؟ شو هذا السلولير؟ مرحبا، ممكن أحكي مع حسنة؟ دخلك؟ ما لقيت عروس؟ بنزلكم الإجرة إذا واحدة منكم بتاخدني. في الله بياخد الجميع. الله ياخديك. مرحبا حسنة. لا أنا صرت جاهزة. لا جبتها ما نسيت. في غير علبة سلمكي؟ إيه جبتها. ولمين بدك تتغندري بالضيعة؟ أيوة. لا يلا نلتقى بالكراج. لا طالعة رأسا. يلا باي. شو طالعين على الضيعة؟ هيك شي خزيت العين، عنكم ضيع وبخلانين بالإجراء. عم نصمت. إمتى راجعين؟ السبت. من رجعتكم بتزيدولي ها؟ ولك حاجة تنق، عم ندفع لك 2000 بالشهر، شو بدك بعد؟ انتو خلوها وأجرها بثلاثة. ثلاثة؟ بهالخرابة؟ خرابة؟ أوضة ثلاث شبابيك شرقية وأربعة غربية خرابة؟ سكر الشبابيك، ما لنا شغل فيهم. شوفي أنت ورفيقتك، يا زيدولي يا لاقوا غير مطرح، معكم لآخر الشهر. وإذا ما زدنا لك ولا بدنا نلاقي غير مطرح؟ بسود عيشتكم. مو مشكلة، سودة خلقة بشوفتك. دعينا جيبوا لي كامل ريف مشروح معكم. يا عمو هالوردات ما كانوا لازمين. تصور عمي شعوري وانا بدي اشوف بنتي. بتصور يا عمي بس ما لازم تعرف انه انت ابوها لحتى نلاقي اللحظه المناسبه. كون عمو لكان انت اعطيها يا عمو بصفتي. شو على كل بجوز ما نحاكيها، مهم هلا نعرف وين ساكنه بعدين نفكر شو لازم نعمل. بتعرف عمو خايف نكون قطعنا البيت. ما بظن لانه قالوا لي باخر الحاره. على كل تعا نسال. مرحبا يا اخ. اهلا وسهلا. بالله بتعرفنا وين بيت ابو رغد؟ هذا اللي باجروه؟ تماما. شنو ساكنه عنده بنتي. ولي خير باكشي؟ مرا اصطيف. وهدول مني إلك إذا بتدلنا على بيت أبو رغد. تاني باب بعضهم صلابة. يعطيك العافية. شكرا. سطيف ولي السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا. هون بيت السيد أبو رغد. وأنا أبو رغد عمي، الدلال بعتكم مشان الأوضة؟ لا، بس جايين نسأل عن بنت ساكنة عندكم. شو اسمها؟ أمل، أمل الطوشة. وبلا زغرة مين حضرتكم؟ أنا أبوه. أبو الهنا، وأنا صحفي جاي أعمل تحقيق عن البنات اللي ساكنين لوحدهم. إيه ساكنة بالأوضة هي اللي فوق. طيب ممكن نشوفها؟ من شوية طلعت على الضيعة. جانا للفيلم العربي. ليش هي إلها أهل؟ على حد علمي يتيمة وما لحدا. على حد علمي. عمي ممكن نفهم شو اللي طالع على الضيعة؟ طلعت مع رفيقتها هديك من الضيعة وساكنين سوا هون. شو شايفك ما عم تكتب؟ لسه ما بلشت حديث عمي. وإمتى بدهم يرجعوا؟ قال السبت. أخي الله يرضى عليك، بدك تكتب لي بالجريدة عن هدول اللي بيستأجروا وبيعصوا أوضة جايين فيها 3000 ليرة أخدينا ب2000، وكانت تحل هي وهالممحوقة رفيقتها عبس. عمي 2000 ليرة لأوضة مو كتير. لك يا عمي ساكن فيها تنتين مو واحدة. بعدين أوضة فيها 3 شبابيك شرقية و4 غربية. شبنا شايف الأوضة هاي؟ تعال هون من عندك ما بتبين. شفتها؟ شفتها. ما بتطلع قد نص هاي. إجاني فيها 2000 وما أجرت. وكام أوضة بالبيت؟ شو بدك أنت كام أوضة بالبيت؟ نحن عم نحكي عن الأوضة هاي. أخي كتوب بركة الحكومة بتحس بآلام الملاكة. الملك لله. رح بكتوب. بيه وبحبي بركة بتحل عني هي وفيتها. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.